ورحمة الله وبركاته. أصحاب الحلوين، إزيكم؟ عاملين إيه؟ أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاء الجمهور مع بابا صنفور. بس قبل ما نبدأ البرنامج، يلا بسرعة بسرعة روحوا فجروا زر اللايك واعملوا اشتراك كتير كتير، ويلا شيروا القناة وادعمونا، ويلا بقى عشان نبدأ البرنامج. أهلا بيكم في برنامج استفتاء الجمهور مع بابا صنفور. اهلا بيك يا بابا صنفور، عامل ايه؟ وحشتنا جدا جدا جدا. اهلا بيك يا سجدة، اهلا بيكي، وحشتيني قوي، وحشني الاطفال جدا جدا. شكرا يا بابا صنفور. تقدر تقولنا عن انواع الاطفال في الخروج؟ طبعا يا سجدة. اول نوع هو الطفل الشطار، بيشوف اي حاجة يبقى زي الولهان ويشبط فيها وكأنه جعان. وده نعمل ايه معاه يا بابا صنفور؟ نجيب له الحاجة مرة بس، اول ما نروح نعمل نفسنا زعلانين ومتضايقين. لازم يتعلم ازاي يفرق بين الدلع وبين انه يشبط في اي حاجة، عشان لما يكبر يفرق بين الدلع والطمع. عندك حق يا بابا صنفور. وايه هو النوع التاني يا بابا صنفور؟ الطفل الزنان، يشوف مامته خارجة يقعد يزن طول ما هما خارجين لحد ما يروح البيت. طب وده نعمل معاه ايه يا بابا صنفور؟ اول ما يزن نديله اي حاجة تلهيه، بس اوعي تستهسلي وتديله حاجات حلوة تأذيه. اديله لعبة بألوان كتيرة تلهيه. وايه هو النوع التالت يا بابا صنفور؟ النوع اللي بيستنى يخرج عشان ينام. وده نعمل معاه ايه يا بابا صنفور؟ تنام كتير قبل الخروج، عشان عند الرجوع هتصحي لحد الشروق. وايه هو النوع الاخير يا بابا صنفور؟ الطفل اللي بيكتشف اي حاجة في كل مكان. طب وده نعمل ايه معايا يا بابا صنفور؟ تسيبيه بس عينك عليه، ولو راحت عينك ثانية هيروح هو كمان في ثانية، ويكون معاه اسمه وعنوانه بالكامل في كل مكان. شكرا يا بابا صنفور، انت حقيقي احلى بابا صنفور في العالم. شكرا يا بنتي، ولكم مني كل الامتنان. مع السلامة يا بابا صنفور. مع السلامة، وما تتأخريش عليا.